متابعي الكرام، متابعي قناة الشوف تي في، إليكم الحصيلة اليومية. فأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن ظهور 895 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد إجمالي المصابين بالفيروس إلى 452,532 حالة في المغرب. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة النفسية عرفت 34 حالة وفاة جيدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 7743 حالة. وتم التأكد من شفاء 1355 حالة شفاء إضافية، لتصافي حصيلة إجمالية للتعافي إلى 424,896. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أعيد عليكم حصيلة اليوم. فأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن ظهور 895 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد إجمالي المصابين بالفيروس إلى 452,532 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية فاقت 4 ملايين. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفصل النفسية عرفت 34 حالة وفاة جيدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 7743 حالة. وتم التأكد من شفاء 1355 حالة شفاء إضافية، لتصفي الحصيلة الإجمالية التعافي إلى 424,896. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، 895 إصابة مؤكدة بكوفيد 19، الحمد لله ولينا كنشوفوا انخفاض نسبة الإصابات، ليصل العدد الإجمالي إلى 452,532 إصابة مؤكدة. أما عدد حالات الوفيات، متابعي قناة الشوف تي في، فقد بلغ 34 حالة وفاة جيدة، ليصل المجموع إلى 7743 حالة. أما عدد حالات الشفاء ف 1355 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الشفاء بالمغرب إلى 424,896. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. فمتابعي قناة شوف تي في، الله ينفعنا هذا الوباء وهذا البلاء. فأقل من 1000 إصابة، متابعي القناة، أقل من 1000 إصابة، متابعي قناة، نتمنوا الخير ونتمنوا السلامة ونتمنوا العافية للجميع. فالله يفعلنا هذا البلاء وهذا الوباء والمزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. الله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكة المغربية ومن ربوع العالم. متابعي قناة الشوف تي في، كنتم مع الحصيلة اليومية ليوم الأحد. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى الشفاء للجميع مع هذه الأمطار الرائعة. متابعي قناة الشوف تي في، فالمزيد أو تم المزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، متابعي قناة الشوف تي في، المزيد من التدابير الاحترازية. راه مازال مخالفة الكمامات صائرة، راه الواحد إلا ما قبضته تفتيشية الأمن بدون كمامة فغتكون عنده مخالفة. متابعي قناة الشوف تي في، فالالتزام بالكمامات، الالتزام بالكمامات، متابعي قناة الشوف تي في. فالله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكة المغربية. جولة بهذه الحديقة الجميلة، حديقة 20 غش بإقليم تازة، متنفس واحد بالإقليم. بقوا معنا في هذه المناظر الرائعة، والحمد لله أمطار الخير بجميع ربوع المملكة المغربية وحتى بإقليم تازة، ولله الحمد. متابعي قناة شوف تي في، تحية لكم. أستودعكم الله وإلى اللقاء.